المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من الفضائية الجادية وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء. واختتمت مساء أمس أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها وكالة التيك للتعاون بالتنسيق مع وزارة السكن والتمدن وبلدية جمينة، حيث تهدف الدورة إلى تحسين إدارة النفايات والتخطيط التنموي لصالح عمال البلدية ووزارة السكن والتمدن. كان ذلك بحضور السفير التركي لدى البلاد وأمين عام وزارة السكن والتمدن وعدد من المسؤولين ببلديتي اسطنبول ونجمينة. محمد آدم حسن والتفاصيل. تركيا تقف مع البلاد في مساهماتها التنموية عبر وكالة تيكا للتعاون والتنسيق في شتى المجالات. وهذه المرة أقامت تيكا دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة الاستصلاح العراضي والسكن والتمدن بهدف تحسين إدارة النفايات والتطوير التنموي والتخطيط الحضري. ذلك عنوان الدورة التي أتت لصالح عمال بلدية جمينة ووزارة استصلاح العراضي والسكن والتمدن، حيث شهدت المناسبة العديد من الكلمات والتي استهلت بكلمة نائب عمدة أنجمينة تيجان عبد الرحمن نورين، والذي أكد أن هذه الدورة ستساعد كثيرا في اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين إدارة النفايات والتطوير التنموي. أما محمد جيمان الأمين العام للوزارة، الذي أثنى على الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة تيكا في تطوير وتنمية القدرات الذاتية للكوادر في مختلف المجالات. صبري أركان سفير جمهورية تركيا لدى البلاد، والذي تحدث عن متانة وعمق العلاقات المتميزة بين البلاد وتركيا، وأضاف في كلمته أن تركيا مستعدة للتبادل والتعاون المشترك في جميع المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية. هذا وفي نهاية المطاف جاء دور توزيع الشهادات للمتدربين لوزارة الاستصلاح العراضي والسكن والتمدن وبلدية أنجمينة من قبل المسؤولين. وقد شارك في هذه الدورة أكثر من 50 متدرب ومتدربة بجانب وفد من بلدية إسطنبول للتبادل والتشاور من أجل مساهمة التنمية الاجتماعية والتطوير التنموي. كان ذلك تقرير الزميل محمد آدم محمد. قام اليوم السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست برفقة بعض من معاونيه بزيارة إلى أسرة المحارب القديم الراحل ليني تاسي، وذلك بهدف تقديم واجب العزاء. ياسر محمد أحمد. إثر مرض لم يمهله طويلا توفى يوم الخميس الماضي المحارب القديم نيني تاسي عن عمر ناهز 116 عاما، وخلف وراءه 11 من الأبناء و77 من الأحفاد وأرملة. وعليه جاءت زيارة السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست ومعاونيه بهدف تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، حيث قدم كل من رئيس اتحاد الأخوة للمحاربين القدامى من الجنود الفرنسيين ناجي كريم وابن الراحل أحمد نيني، قدم شكرهما للوفد الزائر وعلى مؤازرتهم كما سردوا تاريخ الراحل وسيرته الذاتية. السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوست قال إن إفريقيا قد ساهمت في فوز فرنسا في الحرب العالمية الثانية، وتشاد هي أول دولة ترد على دعوة فرنسا، مقدما تعازيه الحارة لأسرة الراحل نيني تاسي. ونعيد للأذهان بأن المحارب القديم نيني تاسي هو آخر المحاربين القدامى بتشاد الذي ينتقل إلى جوار ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن مسألة حماية بحيرة تشاد من الاندثار وتقلص مياهها يعتبران من أولويات حكومات الدول الأعضاء في لجنة حوض البحيرة، وحول هذا الموضوع أعد لنا زميل محمد حسن آدم ورقة حول أهمية مشروع الحفاظ على الأنظمة البيئية بمنطقة البحيرة. يستفيد حوالي 30 مليون شخص من خيرات حوض بحيرة تشاد في حياتهم اليومية، وعليه فإن مسألة حماية حوض بحيرة تشاد من الاندثار تتطلب من الجميع تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل، وكذا الوقوف بجانب حكومات الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد لتحقيق الأهداف المنشودة الرامية إلى مكافحة العوامل التي تؤثر سلبا على المحيط البيئي. لذا جاءت فكرة إنشاء مشروع الحفاظ على الأنظمة البيئية وحماية الحياة البرية بيوبالت بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية للسكان الذين يعيشون على ضفاف البحيرة والاستفادة من مياهها في الزراعة والثروة الحيوانية والصيد وغير ذلك من الأنشطة الموسمية.
كما أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بمنطقة حوض بحيرة تشاد، ونشير إلى أنه خلال أعمال الورشة الإقليمية لإنشاء مشروع الحفاظ على الأنظمة البيئية، خرج المشاركون بتوصيات على حكومات الدول الأعضاء وشركائهم في التنمية تقديم الدائم اللازم لهذا المشروع من أجل لعب دوره المنوط والخروج بنتائج إيجابية تساعد في تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعيشون على ضفاف البحيرة. قام مؤخرا حاكم إقليم ماجرا محمد علي حسب الله بحملة توعوية لعدد من المناطق بالإقليم، حيث حمل رسالة مفادها التعايش السلمي بين السكان والتعاون مع السلطات. تقرير حسب الكريم محمد أبزين. متابعة للأنشطة التوعوية التي يقوم بها حاكم إقليم ماجرا محمد علي حسب الله، حيث وصلت الحملة التوعوية هذه المرة إلى بتشوتشي بكانتوم وبحدبة. وخلال اللقاء قدم الحاكم رسالته التوعوية أمام السلطات الإدارية والأسكرية والشيوخ التقليديين ورجال الدين بالإضافة إلى السكان. وقد تضمنت الرسالة عدة نقاط، أبرزها الدعوة إلى التعايش السلمي والحد من المشكلات العالقة بين المزارعين والرعاة، والدعوة إلى تعزيز الأمن والتعاون في هذا المجال، وما يضاف إليه من الحث على الاهتمام بالجانب التعليمي لا سيما تعليم الأطفال والبنات في الوقت الذي وجد الجانب الصحي حظه من الحملة التوعوية الحاكم الإقليم. كما حذر الحاكم خلال جولته من المخاطر التي تسببها المخدرات والحجرة الغير شرعية للشباب باتجاه ليبيا والدول المجاورة، ليقدم الرسالة ذاتها بكل من كوكوميريني بكانتوم وبيغوس وبمنقلمي حاضرة محافظة منقلمي وبمركز إداري إريف داجو 2، لتكون الرسالة الختامية لهذه الجولة كلها الدعوة للاهتمام بالنقاط المذكورة وما يضاف إليها من الاهتمام بالجانب الزراعي والثروة الحيوانية والاهتمام بالجانب الأمني، النقطة التي وجدت حظها الأوفر من الحملة. ومن إقليم جرا إلى إقليم مائندي شرق، حيث التقى اليوم حاكم الإقليم بالمسؤولين العسكريين بالمنطقة، وتمحور اللقاء حول تطبيق جميع القرارات الأمنية التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية المواطنين. تقرير حسن جد عمر. بعد سلسلة من اللقاءات التعرفية التي عقدها حاكم إقليم إنادي الشرق تيغن إبدي بردي بالمسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين ومسؤولي الجمعيات المدنية والتجمعات النسائية بإنادي الشرق، فقد اجتمع الحاكم هذه المرة بالمسؤولين العسكريين بالمنطقة، وعليه فقد دار الحديث حول رسالة رئيس الجمهورية التي تدعو إلى بسط الأمن والسلام بجميع الأراضي الوطنية. وخلال اللقاء قدم الحاكم خطابا شدد فيه على ضرورة تطبيق قرار الحكومة المتعلق بمحاربة قطاع الطرق، إلى جانب وضع حد لظاهرة قطف السيارات المتكررة. كما نشد الحاكم والمسؤولين العسكريين بالمنطقة برفع جميع نقاط التفتيش والحواجز الأمنية سوى تلك المتواجدة في المناطق الحدودية. هذا وقد أبدى المسؤولين العسكريين استعدادهم لمساعدة الحاكم في جميع المسائل الأمنية من أجل حماية المواطنين بالمنطقة. وبالعودة إلى العاصمة جمينة، قامت خلية التفكير والتوجيه من أجل دعم الاقتصاد التشادي بحملة توعوية بالدائرة الخامسة. الحملة كانت حول أهمية دفع الضرائب المالية والدور الهام الذي تلعبه في تسيير العمل. خليل حسن صالح والتفاصيل. الحملة التوعوية حول أهمية الضرائب التي تنظمها خلية التفكير والتوجيه من أجل دعم الاقتصاد التشادي، وذلك لتوعية المواطنين بمختلف بلديات العاصمة أنجمينة. وقد وصلت الحملة هذه المرة إلى الدائرة الخامسة، وذلك لتوصيل نفس الرسالة. وخلال الحملة قدم رئيس الخلية كلمة أشار فيها إلى أهمية المبادرة التي قامت بها خليتهم، ووصفها بأنها تعمل على دعم الحكومة عبر البلديات وفتح إطار للحوار بينها وبين المواطنين، وذلك لمعرفة أهمية الضريبة المالية في تسيير البلديات ودعم الخزينة العامة للدولة من خلال إحياء المؤتمرات النقاشية وتبادل الآراء. العمدة الثانية لبلدية الدائرة الخامسة فاطمة محمد أحمد شكرت الخلية على هذه المبادرة ودعت المواطنين للاستفادة من هذه الحملة، مشيرة إلى أن الضريبة التي تدخل إلى خزينة البلدية ما هي إلا موارد لخدمة المواطنين بالدائرة. وتعتبر بلدية الدائرة الخامسة هي البلدية التاسعة التي حظيت بهذه الحملة التوعوية من أصل 10 بلديات بالعاصمة أنجمينة.
وفي ذات السياق نظم اليوم مكتب دعم الصحة والبيئة حملة توعية حول صحة الإنجاب وأهمية تعليم البنات لصالح سكان الدائرة السادسة والتاسعة، حيث ركزت الحملة على ضرورة الاستشارة الطبية أثناء الحمل والولادة وأيضا تطعيم الأطفال وإرسال الفتيات إلى المدارس. تقرير هارون أبادة. إن مكتب دعم الصحة والبيئة باز يواصل في حملاته التوعوية، حيث بدأت الحملة في خلوة التوجيه بدائرة السادسة، وذلك لتوعية السكان حول مخاطر الزواج المبكر وعواقبه الوخيمة، حيث أن الزواج والحمل المبكرين ينهك صحة المرأة وطفلها، وذلك بفقدان الرعاية الجيدة للطفل. كما شملت الحملة أيضا حارة وليا حجراي بالدائرة التاسعة، وقد حضر عدد كبير من سكان الدائرة، وذلك للتعبير عن اهتمامهم بهذه الحملة والتي تهدف إلى نشر ثقافة الاستشارة الطبية وخاصة للنساء والأطفال، وأهمية تعليم البنات بالإضافة إلى تنوير المواطنين بالأضرار التي ستنجم بسبب عدم احترام إرشادات القابلات والممرضات. وبهذه المناسبة رحب مسؤول حارة وليا حجراي بممثلي مكتب باس وأشاد بهذا العمل الإنساني الذي يقومون به، وحث سكان الحارة على الاهتمام بالنصائح التي تقدم لهم. كما تحدثت ممثلة مكتب دعم الصحة والبيئة زينب دوسة نصر، والتي دعت النساء إلى ترك العادات السيئة واحترام مواعيد الاستشارات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة حسب توصية الأخصائيين أثناء الحمل وبعد الولادة، وتطعيم الأطفال حديثي الولادة وكذلك في سن الخامسة أو أقل. وأخيرا قدمت أسئلة شفهية لبعض الحاضرات لمعرفة مدى فهمهن واستيعابهن لمواضيع الحملة، ووزعت هدايا رمزية لهن، وذلك لتحفيزهن من أجل التمسك بهذه الإرشادات. وفي شأن آخر، شهد أمس المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ لمدينة إنجمينة إفطارا جماعيا نظمه نساء الحركة بدعم من رئيسة الشرف هند ديبي إتنو، وقد حضر المناسبة عدد كبير من المناضلين إلى جانب الأمين العام للمجلس البلدي وأمناء الدوائر العشرة. هارون أبا آدم للمرة الثانية. لا علاقة له بالحملات الدعائية سياسيا، احتشدنا هؤلاء النسوة لتناول الإفطار الجماعي بمقر الحركة الوطنية للإنقاذ للمجلس البلدي لمدينة إنجمينة، وذلك لتلبية دعوة منظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ أوف إم بي إس لمدينة إنجمينة من أجل التلاحم وتقاسم الود والتعبير عن نضالهن السياسي في كل المناسبات وفي أي موسم. كما أن هذا الحضور النسائي الكبير مؤشر قوي يؤكد بمدى قوة وعزم المناضلات بمساندة الرئيس المؤسس للإم بي إس رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو ورئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ أوف إم بي إس سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، بحيث أن الأخيرة هي التي بادرت بتمويل هذا العمل الخيري والاجتماعي من أجل لم شمل مناضلات الحزب العاصمة إنجمينة والالتفاف حول مائدة الإفطار الرمضانية. وبهذه المناسبة تحدثت رئيسة نساء الحركة للمجلس البلدي بمدينة إنجمينة حج فطوم، حيث شكرت السيدة الأولى هند ديبي إتنو على هذه المبادرة التي تزامنت مع بداية بناء وإرساء أسس الجمهورية الرابعة التي تعهد فيها رئيس الجمهورية بمنح المرأة مكانة مرموقة ومشاركتها في تسيير شؤون الدولة. من ناحيته محمد أبجدة مامار الأمين العام للمجلس البلدي للإم بي إس لمدينة إنجمينة فقد هنأ النساء على الفرص التي تحصلن عليها في حكومة الجمهورية الرابعة، وأكد أن الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو سينفذ كل الوعود التي تعهد بها لصالح المرأة، وذلك من أجل تحسين شروط حياتها وكسب عيشها بكرامة. وفي ذات السياق نظمت السفارة المغربية لدى البلاد مأدبة إفطار جمعت السفير المغربي وطاقم سفارته بالطلاب التشاديين الذين درسوا بالمغرب وكذا العديد من الشخصيات الذين تلقوا تعليمهم بالمملكة المغربية. عز الدين الأمين نصر التفاصيل. تمتاز العلاقات التشادية المغربية بمزايا عدة تربط البلدين منذ وقت بعيد، وهي علاقات بنيت لتطال وتشمل كافة الأصعدة السياسية منها والاقتصادية وحتى الثقافية والاجتماعية. وتجسيدا لهذه العلاقة المتينة التي بناها زعيما البلدين، فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، فقد أقام السفير المغربي لدى البلاد سعادة عبد اللطيف الرجا مأدوبة جمع طاقم السفارة بالطلاب الذين درسوا بالجامعات والمعاهد المغربية، لتكون المأدبة سانحة على غرار مناسبات عديدة أقامتها السفارة لتلاقي وتقريب الأفكار وتبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات لسد بعض الفجوات إن وجدت.
سعادة السفير عبد اللطيف الرجا ثمن عاليا وامتدح العلاقة التي تربط الرباط بأنجمينا، وأبدى استعدادا لتنفيذ كل ما يلزم لتقويتها وشد أواصرها، لا سيما مجال التعليم. كما تعلمون في شهر رمضان المبارك له طقوس خاصة في المغرب وفي تشاد، وهذا الشهر كذلك هو فرصة للالتقاء. هذه الفرصة، فرصة هذا الشهر المبارك، أن أدعو كافة الإخوة التشاديين خريجي المعاهد والكليات والمدارس المغربية، خريجي هذه المدارس، أدعوهم هذا اليوم لكي نلتقي هنا على هذا مأدبة الإفطار. إذن العلاقات التشادية المغربية متينة ومتجذرة على مد الزمن، وبحكم السياسة الراجحة للزعيمين فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وجلالة الملك محمد السادس ستتطور لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين. كما نظم مساء أمس الاتحاد العالمي للنساء والمسلمات فرع تشاد مناسبة لتلاوة القرآن وإفطار جماعي لصالح عدد من المسلمات، كان ذلك بإشراف من رئيسة الاتحاد بحضور عدد كبير من المشاركات. تقرير محمد السليك بالصوت ياسر محمد أحمد. في إطار نشاطات مشروع إفطار الصائم الذي أطلقه الاتحاد العالمي للنساء المسلمات فرع تشاد والذي شمل جميع دوائر العاصمة أنجمينا، جاءت مناسبة تلاوة القرآن الكريم وإفطار الصائم إلى جانب إلقاء محاضرة بعنوان غزوة بدر الكبرى. رئيسة الاتحاد البتول زكريا قالت إن الهدف من هذه المناسبة هو التقرب إلى الله عز وجل وتأليف قلوب المسلمات وحثهن على التمسك بالدين الحنيف. وإذا بدينا الإفطار رمضان من يوم 5 رمضان وسوينا قريب 10 فطور في الدوائر الأشرة هنا مدينة الجميلة، كل سويناه في المراكز والخلوات القرآنية للنساء، عشان أنهنا غالبا كبير كل ما آخر جمعة من الشهر بنختم القرآن. واليوم صادفت مع الجمعة دي صادفت لنا مع يوم 16، وما لا اخترنا 16 عشان قلنا ندور نقدم محاضرة بخصوص السيرة النبوية وخاصة في غزوة بدر. هذا وفي نهاية المناسبة رفعت أكف الضراءة تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. ونبقى في ذات السياق، حيث نظمت مؤخرا منظمة النهضة الخيرية لتنمية الشباب والمرأة إفطار صائم لنزلاء سجن أم سنينة. آدم حنفي فاضل. ما زالت تتواصل في نشاطها الخيري جمعية النهضة الخيرية لتنمية المرأة والشباب، هذه المرة إيمانا منها ببرامج العون الإنساني في شهر رمضان المبارك، حيث قامت بتنظيم هذا الإفطار الذي قدمته للسجناء المتواجدين بسجن أم سنينة، وذلك بهدف مشاركتها هؤلاء السجناء في هذا الشهر العظيم. جمعية النهضة الخيرية لتنمية المرأة والشباب وعلى لسان رئيستها قالت إن السجناء هم جزء من المجتمع، فيجب الاهتمام بهم من قبل كل مؤسسة خيرية أو إنسانية. اليوم اخترنا نحن المساكين بصفة عامة، وجينا هم ذات يعني من المحتاجين، ربنا يفرج على سيرهم وإن شاء الله يكونوا هم كل يعني يشوفوا درس ويمرقوا، ربنا يفرج عليهم يفرج همهم كمان. من جانبه النائب الأول لمسؤول سجن أم سنينة قد أشاد بهذه البادرة الإنسانية وأضاف: المنظمة جاءت ساعدتنا وأدت الأكل، أدى الإفطار للمساجين والنقل إن شاء الله، المنظمات الأخرى كله كعملة المنظمة هم كله يجي يساعدوا، لأنه ناس المساجين هم محتاجين مهما كانوا هم في مسجد الحكومة هم محتاجين، نادم اليوم قاعد داخل يحتاج كل شيء، عشان كده نطلب بعد الشكر لمنظمة النهضة. ومما لا شك فيه أن مثل هذه النظرة الإنسانية لمثل هؤلاء لابد أنها تعين السجناء وخاصة في هذا الشهر المبارك. مواصلة لتقديم الدعم والمساعدة التي يقوم بها مشروع الدعم السلاسل القيمة التابع لوزارة الثروة الحيوانية، قدم هذه المرة أيضا مواد لتغذية الأبقار، وذلك لصالح التجمعات واتحادات منتجي الألبان بقرية فرشة الطييري بمقاطعة حراز البيار. تقرير محمد حسن آدم. لا زالت تتواصل أنشطة مشروع دعم السلاسل القيمة والمتمثلة في تدريب وتقوية كفاءات الرؤاة في مجال إنتاج الألبان وتزويدهم بالمواد الخاصة بتغذية الأبقار، وعليه جاءت مناسبة توزيع 1000 جوال من المواد المغذية
للأبقار لصالح تجمعات منتجي الألبان بقرية فرش الطيري لمقاطعة هراز البيار بإقليم هجر لميس. نحن هنا بتوزيع هذا العلف من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يعني تمر بها البهائم، وكذلك من أجل توفير الألبان بصورة وبكمية كبيرة. ننوه للأخوة أن هذا العلف أو هذا الغذاء المدعوم بكميات غذائية كبيرة هو مخصص للبهائم التي تم تلقيحها في الفترة السابقة، وكذلك التي تنتج الألبان. وبهذه المناسبة فقد عبر بعض من المستفيدين عن عميق شكرهم للمشروع الذي يقف دائما بجانب المنتجين لتعزيز أنشطتهم. كما تخللت المناسبة عيدا عقد جلسة عمل لتقييم أعمال التجمعات، وكذا تقديم الإرشادات والنصائح الخاصة بتحسين العمل وإنتاج كميات كبيرة من الألبان. شهد اليوم مركز المنى الثقافي مناسبة الانطلاق الرسمية لمسابقة صوت الشباب التي نظمت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة عبر مشروعها أنت المقرر، حيث شاركت عدد من المؤسسات التعليمية. حسن جد عمر. إن انطلاقة هذه المسابقة المسماة بصوت الشباب كانت مجرد فكرة بدأت في العام 2015 بدولة السنغال، حيث تدعم من قبل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف عبر مشروعها أنت المقرر الذي يعرف باليوريبورت. أما على المستوى الوطني فقد جاءت الانطلاقة الرسمية لها عبر هذه المسابقة التي تشارك فيها عدد من المؤسسات التعليمية. دائما جند اللي يشكو يقول الناس أو حكومة زي ما سي كده حسن دورو جند الرسمي سبيزهم هم بدي يرفرشي يدعجي سوليسيون ويمبليكيه ويمبليكيه سبيترين. وإن المشاركون يقومون بإعداد أوراق بحثية يناقشون فيها ظواهر معينة، فعلى سبيل المثال المواجهة الأولى والتي جمعت بين طلاب المعهد الجامعي لمدينة مونغو والمعهد العالي للإدارة بتشاد تمحور الموضوع الأول حول الزواج المبكر أو زواج القاصرات. أما طلاب المعهد العالي للإدارة فقد تناولوا ظاهرة الأطفال المتشردين. ديما كنمشو سوق كنمشو إكل نلقو إيالدا قايدين في شاري ولا بحجروا ولا بسرقوا ولا رايحين في سالتي لسالتي كوبيل لكوبيل قبل شغل ده. انت نادم كي تقدر تشيفك وتسد فوق عينك ده ما يبقى عشان ده انشنا تعمل ده ليه عشان نلقو حل ليال دول ده. وللإشارة فإن جميع المواجهات التي ستشهدها هذه المسابقة ستجمع على شكل برنامج تلفزيوني يبث لاحقا. كما نظم أمس أعضاء مجموعة نيان للتجميل والتغذية مؤتمرا صحفيا تمحور حول الإعلان عن الملتقى الدولي لبذرة أنا كردي، كان ذلك بحضور وسائل الإعلام العامة والخاصة. عايش أحمد دوقي. إنه المؤتمر الصحفي الذي عقد بغرض الإعلان عن الملتقى الدولي حول بذرة أنا كردي في دورتها الأولى والذي تنظمه مجموعة نيان للتجميل والتغذية تحت رعاية رئيس الجمهورية والمزمع انعقاده في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس من العام الجاري بمدينة موندو حاضرة إقليم اللوغون الغربي، حيث أوضح أثناء المؤتمر المدير العام لمجموعة ميان للتجميل والتغذية أن دوافع الملتقى حول أهمية البذرة وما تحمله من قيمة غذائية ومادية عالية تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني. تو انا كوليسترول دول او سول كاتير انا كارغاي جاي سوين او يا تو شادر راكولو باكانا وايزين دا جاي يا تو كان الى بليسور واسي ابليكي فوغارا بلوسي دا جاي جيري اجلا او انا كارا ميشيل ازينيرا تو انا ودا 125 غرام انا كارا جاي جو 400 مليار فرنس سي فا او زيفارين ناس زيفارين بار ان. وعن ماهية البذور وكيفية نموها والأماكن الأكثر تواجدا فيها وطرق استعمالها، هنا توالت أسئلة الصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية ولقيت ردودا من قبل المدير العام للمجموعة. أقامت أمس بلدية الدائرة الخامسة لقاء توعويا حول الجمهورية الرابعة ومكاسب الأشخاص المعاقين. تقرير هارون أبو آدم.
تواصل إدارة بلدية الدائرة الخامسة لقاءاتها مع ممثلي مختلف طبقات السكان القاطنين بالدائرة، وذلك لنشر الوعي حول الجمهورية الرابعة وما تحمله من إصلاحات تخدم بشكل مباشر مصلحة المواطنين. وأن من ضمن مخرجات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي والتي تم بموجبها صياغة الدستور الجديد قرارات وتوصيات تنص على ضرورة تحسين حياة المعاقين جسديا وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل التدريب الحرفي حسب قدراتهم وتوفير البرامج التربوية والصحية ودمجهم اجتماعيا ووضع قوانين خاصة لحمايتهم. التشادين اللمو في الفورم ده قالوا البرسون اندكابتي ده تيبو لازم هم كله يلقوا حقهم في الكاترم ريبيبليك ده. من أول كله الرئيس الجمهورية قال بيفكر فوقه كيف يلقى لكم هلل وأثر بأي طريقة دسه في الفورم. الأمين العام لرابطة جمعيات الأشخاص المعاقين فقد ثمن على جهود الحكومة وخاصة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبيتنو على الاهتمام الذي يوليه للارتقاء بحياتهم من خلال الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي يطالبون بها في دستور الجمهورية الرابعة، وأشاد بالدور الذي تقوم به بلدية الدائرة الخامسة لتوعية المجتمع في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي الشأن الإنساني وزعت أمس منظمة النهضة الخيرية لتنمية الشباب والمرأة بالتعاون مع منظمة الصداقات التركية لحوما لسكان حي جوج حمر الجوز، حيث أطالت هذه المساعدات أكثر من 600 ربة منزل. عز الدين الأمين نصر والتفاصيل. سفت منظمة النهضة الخيرية لتنمية الشباب والمرأة أنشطتها الخيرية منذ بداية شهر رمضان المبارك، إذ تتنوع بوادرها الخيرية في دعم المحتاجين بمستلزمات الشهر الكريم، حيث وزعت صباح اليوم بالتعاون مع منظمة صداقات التركية لحوما لسكان حي جوج حمر الجوز، واستفاد من هذا العطاء أكثر من 600 ربة منزل بحسب رئيسة المنظمة منى محمد صافي. منظمتنا دي من يوم بدت كيه بدت مع الناس المساكين والأمن الأراني والناس المحتاجين مرة واحد، وبعض من الأسئلة أنتوا شفتوا معانا دول. المنظمة تسعى للخير ونشكر الناس اللي ساعدونا، المنظمات السابقة والمنظمة التركية. هذا ومن المقرر أن تقوم منظمة النهضة الخيرية ببوادر مماثلة عبر جهات خيرية داعمة في تقديم العون للضعفاء لتطال مساعداتها وتشمل أكبر عدد من المحتاجين لسد حاجاتهم على الأقل خلال شهر رمضان المبارك. دينيا، تم تكريم المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده مساء أمس بمسجد حجار الكائن بفرشة، حيث ترأس حفل التكريم مندوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس جمعية فرشة لحفظ القرآن الشيخ الجوني محمد حسن. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بهذه التلاوة العطرة تم تكريم 25 متسابقا من مجموعة 120 متسابقا في المسابقة القرآنية التي نظمتها جمعية فرشة لتحفيز القرآن الكريم، وقد شملت المسابقة القرآنية 5 أفرع موزعة إلى 5 أقسام، 30 جزءا و20 جزءا و10 أجزاء و5 أجزاء بالإضافة إلى الجزئين الأخيرين، وقد كرم 5 الأوائل من كل فرع، وهي عبارة عن تخصيص مبالغ مالية لصالح الفائزين. بدوره رئيس جمعية فرشة لتحفيز القرآن الكريم شكر الحضور وخص بالشكر أعضاء لجنة التحكيم والمساهمين في نجاح هذه المسابقة القرآنية. المسابقات هي تشجيع لأبناء الأمة الإسلامية في حفظ القرآن الكريم، وهذا يدلل أن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما استشهد حفظة كتاب الله القرآن الكريم، فيقدم في اللهج حافظ القرآن كريم أكثر من الذي لم يحفظ أكثر. وللإشارة فإن ممثلو جمعية فرشة لتحفيظ القرآن الكريم طالبوا أولياء أمور الطلبة بتعليم أبنائهم للعلوم الشرعية بالإضافة إلى جانب حفظ كتاب الله الكريم. بهذا الخبر الديني نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.